belle journée qui marque le coup d'envoi de l'édition 2019 de Sofac Botola. الدورة هذه كنتسناوها بشوق كبير، لأننا من بعد الدورة ديال 2017 اللي عرفت واحد النجاح كبير، وديك الساعة قررنا بأن هاد التظاهرة خصها تبدا تعاود، ولذلك قررنا باش ننظموا هاد الدورة هذه ديال 2019، ونزيدوا نحسنوا بعض المسائل من جانب التنظيم والتنشيط باش تكون اكثر نجاح. الوغ اللي تغير هو انه الدورة غادي تستمر، غتبدا في اسبوعين قبل رمضان، مش ما غاديش تلعب غير في الشهر ديال رمضان، لانه العدد ديال الفرق داز من 16 الفرقه حتى ل 24 فرقه. اذن كان خصنا نلقاو الوقت باش تلعب جميع المقابلات، وباش تسالي باش تكون المقابله النهائيه في السيمانه الاخرى ديال رمضان. فلذلك غادي نلعبوا على 6 ديال السيمانات ديال الاسابيع، وهذا كيف قلت لكم دزنا من 16 ل 24 فرقه، وهذا تيبين بانه كاين اهتمام كبير من طرف الشركاء ديالنا، طلب كبير، وكان كان كان هذا كان 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 طلب المسامحه من الفرق، اللي حيت كان عندنا طلب اكثر من 24 فرقه، مسامحه من الفرق اللي مالوغوزمون ما كانش يمكننا نلبيو الطلب ديالها. غادي نحاولوا نداركوا في المستقبل، وغادي يكونوا العديد من المفاجآت في هذه الدورة هذه، لأنه تعلمنا من التجربة اللي فاتت، إذن من ناحية التنشيط، من ناحية التنظيم، ومن ناحية التواصل، بزاف ديال المسائل اللي غادي تتغير واللي غادي تحسن.